بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. وابن آدم الله ربي لا أريد سواه الله حي ومعبود عبدناه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الوحش مجده والحوت ناجاه النمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه سبحانك ربنا إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا في ملكه ما له ثاني عصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. أيها الإخوة الأكارم إن سألوني عن ربي قلت رحمانا رحيما وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا حليما وإن سألوني عن ديني قلت إسلاما عظيما وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما يتلو علينا او يشدو علينا او يغرد الينا في مسك الختام القارئ الاول في مصر والعالم والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ المبدع الشيخ محمود الشحات محمد انور.
انت عارف انت هنا اساس مش انت عايز ايه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين.
الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.
حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون واغفر لأبي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء اشكر الله.
اذكر الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر 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 نفعت الذكر فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر 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 الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة
خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا في قريش رحلة الشتاء والصيف. قريش ليلاتهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بدر. ربنا يخليك.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد الحمد لله الذي هدانا.